مرحبا بك في الفيديو التعريفي للهيئة الاتحادية للضرائب عن كيفية تعبئة إقرارك الضريبي لضريبة القيمة المضافة. لقد شاهدت تتوّن الفيديو التعريفي عن كيفية تعبئة البنود من 6 إلى 8 من الإقرار الضريبي. في هذا الفيديو سنقوم بشرح كيفية تعبئة البند 9 في القسم المتعلق بضريبة القيمة المضافة على النفقات والمدخلات الأخرى. يتعلق القسم التالي من إقرار ضريبة القيمة المضافة بضريبة القيمة المضافة على النفقات والمدخلات الأخرى. من خلال هذا القسم يمكنك التصريح عن ضريبة القيمة المضافة التي قمت بدفعها عن مشترياتك إلى الموردين، أو ما يعرف أيضاً بضريبة المدخلات، وعليك فقط إدراج ضريبة المدخلات التي يحق لك خصمها في إقرارك الضريبي. وللتعرف على مزيد من المعلومات حول الحالات التي لا يمكنك فيها خصم الضريبة، مثل التكاليف المتكبدة لإجراء توريدات معفاة من الضريبة أو التوريدات لغير أغراض الأعمال، أو النفقات غير المسموح بخصم ضريبة القيمة المضافة عنها، يرجى الرجوع إلى موقع الهيئة بشأنها. البند الأول في هذا القسم هو البند 9، ويتم من خلاله التصريح عن قيمة النفقات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية والتي يحق لك خصم ضريبة المدخلات عنها، وينبغي إدراج إجمالي صافي قيمة المشتريات الخاضعة للنسبة الأساسية والتي ترغب بخصم الضريبة عنها في حقل المبلغ، على أن يتضمن هذا البند قيمة كل من السلع والخدمات المشتراة لأغراض الأعمال من موردين مسجلين لضريبة القيمة المضافة والتي خضعت للضريبة بنسبة 5%، السلع والخدمات التي تم شراؤها بقيمة مخفضة، السعر الإجمالي المدفوع عن سلع مشتراة والتي يتم بيعها على أساس هامش الربح، السلع والخدمات التي تم شراؤها قبل التسجيل الضريبي والتي يحق لك المطالبة باسترداد الضريبة عنها، على أن يتم المطالبة بها في الإقرار الضريبي الأول، أي تخفيضات في القيمة نتيجة استلام إشعار دائن ضريبي، أي أخطاء يسمح لك بتصحيحها عن الفترات الضريبية السابقة، وينطبق ذلك في حال اكتشاف خطأ تكون فيه الضريبة المستحقة الدفع أقل عن المطلوب بمبلغ لا يزيد عن 10,000 درهم، واكتشفت ذلك الخطأ خلال تلك الفترة الضريبية. إذا كانت القيمة الضريبية للخطأ تزيد عن 10,000 درهم، فيجب عليك تقديم تصريح طوعي في الفترة الضريبية التي تم اكتشاف الخطأ فيها. وهناك بعض المعاملات التي يجب ألا يتم إدراجها، وهي الرواتب والأجور، الأموال التي يتم إيداعها في الأعمال أو سحبها منها، المشتريات لأغراض الاستخدام الخاص أو الشخصي، النفقات التي لا يسمح بخصم ضريبة المدخلات عنها مثل النفقات الترفيهية والمركبات المتاحة للاستخدام الخاص وأي تكاليف أخرى مخصصة للاستخدام الخاص، النفقات المتكبدة لإجراء توريدات معفاة من الضريبة أو توريدات لغير أغراض الأعمال، المشتريات المعفاة من الضريبة أو الخاضعة لنسبة الصفر، المشتريات من السلع الموجودة داخل المناطق المحددة والتي لم يتم استهلاكها فيها أو تم استيرادها بعد ذلك إلى داخل الإمارات العربية المتحدة، الهدايا أو التبرعات النقدية التي يتم منحها دون مقابل، المشتريات التي يقوم بها أعضاء المجموعة الضريبية، الغرامات والعقوبات المستلمة، على سبيل المثال المخالفات المرورية والتي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة. يرجى العلم أن المشتريات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي ينبغي خصمها بالبند 10 وليس البند 9. إن ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بصافي قيمة النفقات والمدخلات والتي سبق إدراجها في حقل المبلغ يجب إدراجها في حقل قيمة ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد، على أن يتعلق المبلغ المدرج فقط بضريبة القيمة المضافة التي يحق لك خصمها، وليس القيمة الإجمالية لضريبة القيمة المضافة المتكبدة على جميع النفقات. وعلى سبيل المثال، إذا تحملت مبلغ 1,000 درهم كضريبة مدخلات ترتبط مباشرة بتوريدات معفاة من الضريبة، فلن يكون بإمكانك استرداد ضريبة المدخلات، وبالتالي لا يجوز لك إدراج أي مبالغ في إقرارك الضريبي.
إذا تكبدت نفقات تتعلق بتوريدات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة من الضريبة، فيجب عليك إدخال إجمالي صافي قيمة النفقات في خانة المبلغ، وإدخال القيمة القابلة للاسترداد في خانة مبلغ الضريبة القابلة للاسترداد. هناك ثلاثة أنواع من التعديلات يمكن إدراجها في حقل التعديلات في البند 9. الأولى هي أي تعديل يتعلق بضريبة المدخلات التي سبق خصمها عن مشتريات السلع أو الخدمات التي لم تقم بدفع قيمتها للمورد لمدة تزيد عن 6 أشهر بعد تاريخ استحقاق الدفع. وبالأخذ في الاعتبار أنك لم تقم بالدفع للمورد، فليس لديك الحق في الحصول على الضريبة التي قمت باستردادها عن التوريد، كما ينبغي عليك ردها إلى الهيئة من خلال إدراجها في خانة التعديلات. إذا قمت بدفع النفقات في فترة ضريبية لاحقة، فسيكون بإمكانك المطالبة بخصم ضريبة المدخلات من خلال إدراجها في إقرار ضريبة القيمة المضافة لتلك الفترة الضريبية. النوع الثاني من التعديلات التي يمكن إدراجها في هذا البند هو التعديل السنوي لتقسيم ضريبة المدخلات في حال كانت الأعمال تقوم بتوريدات خاضعة للضريبة وأخرى غير خاضعة للضريبة. ويجب إجراء التعديل السنوي لتقسيم ضريبة المدخلات في أول فترة ضريبية تلي انتهاء السنة الضريبية. لذلك فيجب عليك إدراج التعديل السنوي في هذا الإقرار إذا كان الرقم المرجعي لفترة الإقرار الضريبي هو 1. يجب أن يكون هذا التعديل مرتبطاً بالسنة الضريبية التي انتهت تواً. قد تكون القيم المدرجة في هذا الحقل إما قيماً سالبة أو موجبة. ولمزيد من المعلومات حول استكمال التعديل السنوي لتقسيم ضريبة المدخلات، يرجى زيارة موقع الهيئة. أما النوع الثالث من التعديلات التي يمكن إدراجها في هذا البند فهي التعديلات ضمن النظام الأصول الرأسمالية. إذا كانت لديك أي أصول رأسمالية مؤهلة لنظام الأصول الرأسمالية، فيجب تعديل ضريبة المدخلات المتكبدة عن تلك الأصول الرأسمالية لكل سنة ضريبية وفق التشريعات الضريبية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب. قمت الآن باستكمال البند 9 من الإقرار الضريبي. شاهد الفيديو التالي للتعرف على كيفية استكمال البنود من 10 إلى 14.